عشان قلبي كان حاسس انك مظلوم. ملعون ابو قلبي، ملعون ابو قلبي، ملعون ابو قلبي. القلب عمره ما يعرف يظلم يا احسان، ولا يكذب ولا يخون. يعلم ربنا اللي جوانا وفينا، وانا اتعلمت ما اشتكيش ولا دافع عن نفسي عشان الصدق بيوصل. بس انا مش جاي اسرقك، ده اللي لازم تعرفيه. انا عمري ما خنت ولا كدبت، انا شلت سر وجريت بيه كأنه لغم. كنت عايز احميكي منه يا احسان، سبت دنيا مش بتاعتي، استكتروا عليا ان اعيش وافرح واحب وابقى بني ادم. استكتروك عليا يا احسان. بس جه الوقت اللي لازم تعرفي كل حاجه. ابوك اللي رفضني وهني وقال لي امشي يا واطي. انت يا واطي عايز تتقدم لبنتي؟ هو اللي ورا كل المصايب. روح اسأليه، عملت كده في توبة ليه؟ الحاجات دي هنا ليه؟ وبتاعت مين؟ وهنعمل بيها ايه؟ وبعلم مين؟ ابوكي تاجر الصنف اللي مستخبي ورا الاخلاق. قولي له بهدلت توبة ليه وطردته لما كنت عايز اخدك بالحلال للحلال. انا ما سرقتش حد، انا ما سرقتش حد. قولي له ده مفتاح ايه واتعمل ليه. المفتاح اللي اديتهوله في ايديه عشان يمسك دليل توبتي ويعرف ان بقيت كويس، عشان انا كنت عايزك بس، اكتفيت بيكي بس يا احسان. انا ما كنتش عايز اتكلم، استحملت ظلم كل الناس عشان احميك انت من الظلم. روح اسأليه، بهدلت توبة وهنته ليه؟